صباح يوم جديد بطاقة جديدة مختلفة إن شاء الله، ويومكم جميل بإذن الله. معيكم شيف مروة محمود في برنامج يوم سعيد. النهاردة هنعمل وصفة جديدة ومميزة جدا، وأعتقد أن كل الناس كلها بتحبها قوي. هي وصفة بيف باستري بيتزا. هنقول المكونات بتاعتها وهنبدأها مع بعض، وهتكون وصفة سهلة ولذيذة جدا ولازم تجربوها. يلا نقول بسم الله ونبتدي. أول حاجة معانا مغلف بيف باستري، وده موجود في كل السوبر ماركتات وفي اي حته هتلاقوه ان شاء الله. معانا زيتون اسود، ومعانا زيتون اخضر، وجزر مبشور، وفلفل احمر او فلفل الوان او اخضر زي ما تحبوا، وعلبه صغيره من مكعبات الجبنه الشيدر، وصلصه. الصلصه دي اللي هي صلصه البيتزا. وانا برضو هقول لكم دلوقتي احنا ممكن لو مش عندنا صلصه البيتزا دي في البيت هنعملها ازاي. وهنجيب لبن وسمسم، دي كل المكونات بتاعتنا النهاردة. ومعينا كمان عصير فريش تحفة، الأطفال كلها هتحبه. المكونات بتاعته عبارة عن لبن وزبادي يوناني أو زبادي عادي وفراولة وعسل، والعسل ممكن نستبدله بالسكر. يلا نبتدي الوصفة بتاعتنا على طول. هنجيب عجينة البيف باستري بتاعتنا دي وهنرصها في صاج. قبل ما نرصها في الصاج لازم ندهن الصاج بتاعنا كويس جدا بالزيت، تمام؟ حط الزيت، هنرص البيف باستري. وهنعمله بطريقة، أنا عايزة أقول لكم الطريقة دي من أخ، يعني بصي عندك عيد ميلاد، عندك عشوة، قاعدين بقى عايزين ناكل أي حاجة، سهلة جدا من غير عجن من غير أي حاجة، وعلى فكرة مميزة جدا. ممكن نعمل منها أشكال كتير قوي، يعني مش شرط إن احنا نحتفظ بالشكل المربع بتاعها ده، احنا ممكن برضو نعمل منها أشكال مختلفة. يعني دي أول حاجة. هنجيب البيف باستري بتاعتنا وهنرصها بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، بسرعة كده. طبعا الكمية اللي انت عايزاها، الطريقة اللي انت عايزاها دي حسب الرغبة بتاعتك. انا عايزة اقول لكم بقى ان عجينة البيف باستري دي اصلا من يعني من العجائن الخطيرة، محدش بيختلف عليها. عامه احنا زي ما احنا بنعملها كده تبقى مختلفة ومش تقليدية زي البيتزا العادية. زي ما احنا بصوا بقى، هنعمل تركة هنا مهمة جدا. التركة دي لازم نعملها ليه؟ عشان معروف ان عجينة البيف باستري بتبقى كلها طبقات فبتتنفخ قوي، فانا مش عايزاها تتنفخ قوي معايا، عايزة اخلي العجينة بتاعت البيف باستري منفوخة من الاطراف ومن النص لا. فهنعمل دوت الطريقة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. نبتدي بس وبعدين نكمل. انا هجيب الشوكة بتاعتي، ممكن الكاميرا تقرب معايا كده. الشوكة بتاعتي هاخد الاطراف زي ما انتوا شايفين، هعملها كده زي ما انتوا، وهبتدي انا بوسع عشان اقدر احط المحتويات بتاعتي كلها. بصوا كده، نبتدي بقى نشتغل كده ونعمل كل الكمية بتاعتي بالمنظر اللي انا عملته. انا عايزة اقول لكم ان يعني بجد والله اللي هيجرب الوصفة دي الولاد هتدمنها، وقيم الغذائية بتاعتها بتكون عالية جدا. انا عايزة اقول لكم بتبقى فيها خضار، جبن، صلصة، كل حاجة. ممكن نحط سمسم، حبة البركة، دي برضو بتبقى حسب رغبة كل واحد. هنعمل كمية كلها بالمنظر ده، اهم حاجة نخرمها كده من النص. وعايزة اقول لكم كمان ان احنا ممكن نحط برضو يعني ممكن تتعمل في، طبعا في مناسبات حفلات كتير زي الخطوبة، اعياد ميلاد، شرط بس فطار، بس بتبقى سهلة وسريعة. لو انتي مثلا رايحة مشوار ومطولة ممكن تاخدي معاه اتنين في اللانش بوكس وانتي نازلة كده. مش طبعا انا هنا الشوكة مش مساعداني، عايزة اوريكم البرزنتيشن والشكل بتاعها بيبقى خطير جدا زي ما انتوا شايفين. في حاجة كمان احنا ممكن نتكلم عليها، زي ما انتوا ايه بقى اللي هنتكلم عليها، هنقول حالا الوصفة
الكمية كلها. طبعا أنا إحنا عارفين إن كل المعجنات لازم تدهن ببيض أو لبن. أنا هنا هستخدم لأن أوريدي بيف باستري بتبقى من محتوياتها بيبقى فيه بيض، فأنا هنا هستخدم اللبن. تمام، أول حاجة هدهن الوش بتاعي كله باللبن علشان يحمر في الفرن، تاخد الأطراف عامة كلها زي ما انتوا شايفين كده. طريقة والله بجد يعني حرفيا أكتر طريقة هتجربوها مش هتندموا خالص. عايز أقول لكم البيتزا ليها عشاقها وخصوصا الأطفال يعني، وإحنا دايما بنحب في الفطار إن إحنا نعمل الحاجات اللي هي كلها فيها قيم غذائية عالية، فيها بقى خضار، لأن دايما الولاد ما بيحبوش يأكلوا الخضار مباشرة، برضو في ناس ما بتحبش تأكل الخضار صريح، فإحنا نبتدي بقى إن إحنا نشكل في الخضار بتاعنا ده بالطريقة اللي إحنا بنحبها. ممكن أجيب قطاعة أو بالكوباية بتاعتي وأقطع مربعات وأعملها مدورة، ممكن أعملها سامبوكسة أتنيها وحشيها، يعني ممكن إن أنا أخد العجينة كده، كنت سايبة دول عشان أوريكم الطريقة دي، يعني أنا ممكن أخد العجينة بتاعتي تبقى متقطعة بالمنظر ده وأتنيها كده وحشيها من جوة، وحشيها من جوة وأقفل عليها بالشوكة برضو، يعني هوريكم طريقة، يعني نحط ايتمز جوه ونقفلها، فدي بتاعتنا احنا ودي سهلة، يعني احنا دي بتاعتنا احنا ونشتغلها مع بعض ونشوف. هجيب الصلصة بتاعتي وهدهن بيها البيف باستري. ممكن بقى الصلصة دي لو انا كنت بقول لكم انا ما عنديش صلصة في البيت بتاعت البيتزا دايما بتحب الزعتر، بتحب فلفل اسود توم باودر، انا لو ما عنديش في البيت صلصه بيتزا جاهزه انا ممكن اجيب معلقه صلصه واحط عليها زعتر وفلفل اسود وملح وحبه زيت خفيف كده عشان افك الصلصه بتاعتي وبدهن بيها، تبقى خطيره جدا. برده في برده طريقه تانية حلوه قوي انا احب برده اوضحها، الطريقه دي للناس اصلا ما بتحبش المعلبات، ان انا بجيب طماطمايه او طماطميتين حلوين ومعاهم بصلايه ومعاهم فصين توم وبغطيهم كلهم بالمية وبسيبهم لحد لما ميتهم تنشف خالص، وببتدي أشعر الطماطم وأضرب الصوص ده، بيكون صوص بيتزا عندي خطير برضو، سهل وسريع وما بيخدش أي حاجة، برضو ممكن تحتفظي بيه في التلاجة، بيبقى خطير إن يحط عليه كل المكونات اللي احنا بنحبها. احنا هنا اهو تمام بسرعة كده اهو، انا مش عايزة ادهن الاطراف كلها بحيث ان انا نخليهاش برضو، يعني احنا ممكن نجرب في واحدة حسب الرغبة، انا ما احبش الصلصة كتير قوي عليها عشان ما تفقدش طعم البيف باستري، احب احس ان بتاكلي من جوه بيتزا ومن اطراف بيف باستري. نبتدي بقى نرص المكونات بتاعتنا، احنا ممكن نزود هنا شوية، اوكي خلي دي في الاخر انا هعملها لكم. خلينا نحط الجبن الاول عشان ما تسحش من على الوش، يعني الجبن دايما في البيتزا بتتحط اول حاجة، خلينا نحط الجبن زي ما احنا شايفين كده، ادي جبن، يعني جبن الشيدر دي كمان بتبقى خطيره ما بتسيح، بتبقى في حته تانية. عايزين موتزاريلا براحتكم، برضو عايزين شيدر براحتكم اللي انتوا تحبوه والمتوفر عندك في البيت، مش لازم دي حاجه ممكن تعمليها كده من لا شيء، يعني فلفل اخضر زيتون بالمنظر ده كده. طبعا عجينه البيف باستري تخش الفرن، طبعا زيتون اخضر زي ما انتم شايفين. انا هنا بقى دي هاخد منها احشيها كده، بس كده زي ساندويتش كده، يبقى فكره الساندويتش برضو دي للولاد عشان لو مش هيعرفوا يتحكموا في ان هم يمسكوا. ان احنا ممكن بقى هنا الجزر ده اختياري ودي حاجه براحتكم ليكوا انتوا، الجزر ده طبعا انا بحاول ان احنا نحط اكبر عناصر غذائيه مفيده اهي. نبتدي بقى ان احنا نشيل ناخد الشوكه بتاعتنا ونقفل، ندخل الايتمز بتاعتنا المكونات اللي احنا بنعملها ونقفل عليها كده، وهندهنها باللبن
من على الوش، بقى شكلها كده، الشكل اللي تحبوه واللي ترتاحوا فيه دي بتاعتكم انتوا اهو. هنا كده تنفع في رمضان كمان، بتبقى حلوه قوي. ممكن هنا بقى احنا خلاط نحط الزيتون، نحط زيتون اسود، الجزر برضو اختياري حسب ما انتوا تحبوا، مش كل الناس بتحب الجزر، جزء وجزء. نيجي على الاطراف، هنحط حبة البركة بتاعتنا او سمسم، بس حبة البركة فوائدها خطيرة. الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان موصي بحبة البركة، الحبة السوداء، فبصراحة من الحاجات الخطيرة المفيدة جدا، بتبقى خطيرة وبتدي تستحق. نعمل جزء وجزء عشان بالمنظر ده، تمام. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، ولما نطلع نشوفها شكلها عامل ازاي. خلينا طبعا البيف باستري بتحب انها تاخد وقتها في الفرن. نيجي بقى لأهم حاجة، مش هناكل كده ونقعد ساكتين، نشرب حاجة بقى مع الأكل ده عشان يبقى كده فول اليوم اتملوا وبقى كده تمام. هنعمل الوصفة بتاعتنا الثانية، عصير نعمل ميلك تشيك فراولة. ده برضو يعني أنا عايزة أقول لكم إن هو من الحاجات المفيدة جدا وخفيفة، وممكن نكتفي بيها في وجبة فطار. ممكن نضيف ليها إحنا الأيتمز بتاعتنا أو المكونات بتاعتنا النهاردة هو اللبن والزبادي والفراولة. إحنا ممكن نستبدل الفراولة بمانجا او ايا كان الحاجه اللي احنا ممكن نبدلها، وممكن نضيف عليها كمان لو عايزين نعلي القيمه الغذائيه بتاعتها وعايزين نكتفي بيها كوجبه من غير اي حاجه تاني، نحط شوفان. الشوفان نجرب ان احنا نعمله متحمص على النار، احنا ممكن نديله تشويحه على النار، بحيث ان هو يعني انا بحس ان الشوفان وهو يعني ابيض بيبقى شبه الدقيق، فما بياخد تحميصه على النار ويتحط في الوجبه بتاعتنا بيكون مختلف جدا. يلا نبتدي الوصفة بتاعتنا. احنا هنا خلاص انا هفتحه الاول، بسم الله. طبعا بلاش السكر الصبح، يعني احنا ممكن نستبدل السكر بتاعنا بعسل ابيض، عسل او سكر دايت اللي انتوا عايزينه. بلاش ناخد سكريات على الصبح لانها بتعلي نسبة الايه السكر في الدم، فبتفضل طول النهار جعان تحس ان انت ما بتشبعش. فاحنا العسل بيبقى صح والقيمه بتاعته اعلى وحسب الرغبه برضو. خلينا ناخد الفراوله بتاعتنا، اوكي. ناخد الزبادي، نشغل الخلاط، هيطلع معانا احلى عصير. ممكن نضيف ورقتين نعناع، ممكن نضيف بقى كل الحاجات دي بقى بتاعتنا احنا حسب كل واحد وذوقه. بسم الله. ممكن بس تمام كده، بسم الله. تعالوا اوريكم الحاجات دي بقى، بتبقى تعمل ريفريشمنت كده لليوم، تخليه لطيف. محتاج ريحته خطيره يا جماعه، ريحته تجنن تجنن. انا عايزه اقول لكم وصفاتنا النهارده بجد كقيمه وكقيمه غذائيه وكل الايتيمز اللي احنا ممكن نحتاجها خلال اليوم. يعني لو حد بيفضل طول النهار بره في البيت، فعندنا بقى نبص نعمل الوصفات بتاعتنا كلها سهله وبسيطه سريعه، ما تاخدش مننا وقت خالص. بلاش نشتري كل حاجه من بره، خلينا واحنا قاعدين في البيت بكل المكونات اللي موجوده. احنا ممكن نطلع من التلاجة اي حاجه كده بتبقى سريعه تتعمل. عايزين نبص على البيف باستري وصل لحد فين، الجلافز فين. يلا نبص كده،
يا جماعة الموضوع بقى خطير، هي حاجة بسيطة جدا. ديروا دقيقتين تاني، عايزة اقول لكم بصوا المنظر، خدش وقت خالص. احنا برضو ممكن نطلع جبنة، طبعا بتبقى سايحة ونايحة كده، بتبقى تحفة. ناخد طبق، بصوا كده بتاعتنا، سيبها تبرد. بسم الله، تهدى بس شوية. طبعا هي مفروض جربوا الطريقة دي مش هتخسروا، وتابعوا معينا وصفة غدا النهاردة ان شاء الله هتعجبكم برضو بإذن الله. وكان معاكم شيف مروة محمود في برنامج يوم سعيد. يومكم جميل ان شاء الله وكله خير وبركة.